إذا للحديث عن تقرير منظمة الأغذية العالمية عن أزمة الغذاء في العراق وأسباب ذلك تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور هداب فالح الكبيسي. دكتورة هداب مساء الخير. بحسب برنامج الأغذية العالمي فإن أكثر من 2 مليون عراقي يعانون من قلة الغذاء، لكن لو تحدثنا عن السبب الأساس، ما الذي أوصل العراق لهذا الوضع الغذائي الصعب دكتورة؟ نعم، مساء الخير عليك استاذ محمد وعلى يا مرحبا. يعني في الحقيقه يعني ننظر الى الموضوع بالشكل التالي، هنالك متغيرين مرتبطين مع بعضهما البعض، الا وهو السلام والامن الغذائي. كل بقعه في الارض في العالم اذا اصبح فيها نوع من انواع الصراعات مستمره، هذه الصراعات بالتاكيد هذه ستؤثر على النظم الغذائيه، وبالتالي هذا ما حدث في العراق. إذا نحن أمام مشكلة هو عدم توفر الأمن الغذائي من جهة، ومن جهة أخرى عدم وجود سلام، حتى السلام ليس بشكل عام، حتى بين الطبقة السياسية إلى حد يومنا هذا لا يوجد سلام. فبالتالي كل هذا سوف يؤثر على وضع الخطط الاقتصادية، ومما أدى أيضا إلى زيادة الجوع. وحتى وجهة نظر الأمم المتحدة في برنامجها في استراتيجية الخاصة بها لبرنامج الأغذية العالمي تخصت العراق وذكرت إلى أن هنالك المشكلة الأساسية في العراق هي مشكلة مؤشر الجوع العالمي الذي هو يختصر ب GHI Global Hunger Index، اللي هو يخص العراق. يعتبر العراق أكثر من الدول العربية الأخرى مرتفع نسبة الجوع فيه. نعم دكتورة، ما علاقة السلام بالأمن الغذائي؟ يعني إذا تحقق السلام تحقق أمن غذائي، هكذا فهمت؟ نعم صحيح، هذا أول بالجزء الأول تخصصته أيضا الأمم المتحدة. أشارت أنه هذه الدول، هذه البقع في كل أنحاء العالم لطالما وجود صراعات فيها، سواء كانت هذه صراعات داخلية أو صراعات خارجية اللي مرنا بها بال 2014 داعش وإلى آخره، من نتيجة هذا سوف يؤثر على الأمن الغذائي. ونحن نعلم كل جميعنا يعني أنه في حالة الحصار الاقتصادي كيف تأثر الأمن الغذائي صحيح. وبالتالي تأثر المواطن بشكل عام. نعم. دكتورة، ما الدور الذي لعبته السياسات الزراعية والاقتصادية في أن يصل العراق إلى ما وصل إليه بحسب تقرير المنظمة الدولية؟ نعم، يعني لاحظ أيضا أستاذ محمد أكو نقطة أساسية جدا مهمة نرجع عليها، اللي هو مؤشر الجوع العالمي، ونحدد هنا مؤشر الجوع في العراق من خلال السياسات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السنوات السابقة والخطط الاستراتيجية التي اتخذت واحدة تلو الأخرى، ولكنها لم تجدي نفعا، لأن يعني شخص العراق بهذه الحالة، يعني المستوى اللي هو فيه نتيجة 22%، أكثر من 22% تصل إلى 23% يعني الجوع، بالمقارنة مع مثلا الجزائر اللي هي وضعها نفس وضع العراق، بلد نفطي وينتج حتى أقل وإيراداته أقل، ولكن نسبة المجاعة أو مؤشر المجاعة يبلغ 7%. طيب دكتورة، هل هناك علامات فارقة يمكن من خلالها أن نطلق بأن العراق أصبح فقيرا غذائيا؟ يعني نعم، ما هي المؤشرات؟ في الوقت الحاضر. نعم 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 صحيح، لأن إذا احنا تكلمنا الآن عن مؤشر الجوع العالمي، لو رجعنا إلى نقصة التغذية سنجد أن العراق حقق 37.5% في نقصة التغذية، بالمقارنة مع الكونغو أيضا نفس النسبة حققت 37. حالة عدم الاستقرار السياسي أدى إلى تنامي هذه الظاهرة، ظاهرة الفقر الغذائي دكتورة، لكن هل هناك سبب آخر، مثلا أن يهجر الأهالي من أراضيهم وزراعتهم في مفاقمة هذه الظاهرة دكتورة هداب؟ نعم، أيضا هذه مشكلة أخرى ذكرتم في تقريركم، هنالك 10,000 أسرة في ديالة هي إذا لم تقدم لها الدولة يعني مساعدات سوف هذه تعيش يعني في مستوى يعني دوني من توفير المواد الغذائيه الى اخره. نعم بالتاكيد هنالك كان يجب على الدوله ان تنظر الى مشاريع وتدابير الحمايه الاجتماعيه والمساعدات النقديه، القسائم اخافه الى الطبقات الفقيره، وبالتالي تعمل على تقويه الاسواق المحليه، يعني بمعنى تسهل هؤلاء المزارعين بان يعملوا على
اكتفاء يعني اكتفاء حاجتهم، وبالتالي ايضا يعملوا على تحويلها الى المدن الاخرى اللي هي بحاجه لها. هنا المشكله بقي الانتاج لدى المزارعين بسبب عدم وجود روابط لتقويه الاسواق المحليه. هذا كله جعل الى انه العراق يعتبر المرتبه 86 من بين 116 دوله اللي هو يعاني من جوع وفقر والى اخره، لكن تحديدا من الجوع بلغ مرتبه 86. طيب دكتوره، الاستيراد لا يوقف الفقر الغذائي؟ استيراد المحاصيل الزراعيه هل يوقف الفقر الغذائي دكتوره؟ يعني هنا عندنا ايضا مشكله، عمليه الاستيراد كنا نعلم ان يعني العراق يستورد كثير من السلع الزراعيه، وهذه السلع الزراعيه بعض منها تاتي من الدول المجاوره، ولكن النقطه الاساسيه يمكن ايضا احنا نرجع على موضوع اخر، لان هو مترابط شيء مع شيء اخر. تخفيض قيمه العمله ادى الى ارتفاع اسعار السلع المستورده، وبالتالي خاصه الزراعيه، وبالتالي كما اشرت قبل قليل هو عدم تشجيع الفلاح وعدم تقديم له يعني تقوية الأسواق المحلية له بحيث توفر له البنى التحتية إلى آخره، هذا جعل كلها عوامل مشتركة إلى أنه أن تتراجع عملية الزراعة في العراق، وبالتالي زيادة مؤشر الجوع، وبالتالي المشاكل التي تحدث من نقص التغذية إلى آخره. مجمل هذه الأوامر كل الأمور كلها هي مرتبطة في مسألة أيضا كما أشرت في البداية إلى الصراعات، وبالتالي عدم وجود بلورة واضحة في النظام السياسي حتى يستطيع أن يركز انتباهها على المشاريع الأخرى اللي هي الزراعية، وبالتالي على ما يفيد المواطن. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.